في ربيع عام 1953 ميلادية، ركب طلاب بحرينيون ومدرسوهم سفينة من فرضة المحرق، متجهين في رحلة مدرسية معتادة في ذلك الوقت إلى جزر حوار ومدينة الزبارة، وهي أراض بحرينية تخضع للسيادة البحرينية. السيد محمود بن عبد اللطيف آل محمود كان واحدا من الطلاب الذين شاركوا في إحدى هذه الرحلات المدرسية، وقد وصف لنا الأستاذ محمود المحمود في الجزء الأول من هذه المقابلة كيف تم الإعداد لهذه الرحلة، وعدد أسماء الطلبة المشاركين فيها. الشيخ أحمد بن محمد الخليفة ولد الشيخ خالد بن أحمد اللي كان وزير خارجية الآن مستشار حق جلالة الملك، وكان عنده ولد ثاني الله يرحمه توفى. فكان يعني الشيخ أحمد كان ودود ويحب الناس ويساعدهم، يعني كان في ناس بعض الطلاب اللي كانوا في حاجة في مدارس الصناعة ومدارس الثانوية كان يساعدهم ويعطف عليهم، ولما تجلس وياه يعني شخص متحدث جيد يجذبك بالحديث. الشيخ أحمد الله يرحمه كان طالب ويانا ساكن في القسم الداخلي، وكان يعني في وقت الفراغ احنا نجتمع وياه ويحدثنا عن تاريخ البحرين، تاريخ الخليفة بالذات. فكنا في الخيمة، دخل علينا هذا الرجل مع واحد ثاني أو اثنين. الشيخ أحمد من أول ما شافه عرفه، لكن ما تظاهر أنه ما يعرفه. جلسه يمه، جبنا له القهوة، جبنا له سولف وياه. هو طبعا طريقة الساذج يبي يسأل ليش لا يجين وش تبون وش بتسوون، أعطينا الأسئلة الجواب. أقول ما خلصنا منها، الشيخ أحمد الله يرحمه يقول له أنت مو بفلان من فلان؟ قال له إيه نعم، مش عرفك بي؟ قال أنا عارفك. قال له يعني أنت من؟ قال له أنا أحمد بن محمد بن خليفة. قال يا والنعم، تم حميم على رأسه عرفه. قال له بسم الله عرفه. فهذا الشخص كان ظاهر في البحرين أو كان تبع البحرين هناك موجود، والشيخ أحمد عارفه، بس يمكن الشيخ أحمد كان صغير ذاك الوقت، هذه ما عرفه. عقب ما قال له باسمي عرفه. وفي صبيحة اليوم التالي أو بعده بأيام قليلة، تناقل بعض الطلاب المشاركين في الرحلة وجود ضابط بريطاني يتوجه نحو خيمة القيادة التي تضم كبار المشرفين على الرحلة. يعني ضابط إنجليزي، الضابط الإنجليزي كان يشتغل في البحرين قبل، اسمه كوكرين، أظن كان يشتغل في المرور أو في قلعة الشرطة. رئيس الرحلة كان أستاذ أحمد عمران الله يرحمه، والأستاذ يوسف الشراوي الله يرحمه. فنزل من السيارة وقال بأشوف رؤساء الرحلة. فطبعا يعرفوا عمران يعرفوا الشراوي، دخلوا يوم الخيمة وتسمنا. طلعت إشاعات بعدين أن لازم إحنا نرحل، هذه الأرض ما بأرض بحرينية، وهذا أرض قطرية، وهذا يجيتوا من جوازات اليونان. فإحنا ما كنا يعني كنا عرفنا الأرض هذه أرض بحرينية وتابعة للبحرين، فهي يسوي جوازات ما جوازات شيء يعني. إنه دخلنا الحين وسكننا وضربنا المضارب في ذي ثمانية ثمانية. فكان في لاسلكي بين البحرين وبين الجماعة اللي هناك المشرفين على الرحلة، فبقينا هناك تقريبا يمكن يوم واحد أو يومين، يعني سبقنا في الخروج من المنطقة. بس يعني بدنا نستفهم إحنا شنو شو صار يعني بين المنطقة هذه تابعة للبحرين معروفة من زمان يعني. أصبح الجواب على هذا التساؤل معروفا في التاريخ بعنوان الحماية السياسية مقابل المصالح النفطية.
الظهر يعني عقب الدراسات وعقب ما فهمنا من الاتصالات ان هي المسألة الاقتصادية. البحرين كانت قبل يكتشف البترول كانت لشركات انجليزية تكتشف البحرين تستكشف البترول في البحرين، ما نجحت فيها، قالوا ان الكميات قليلة او كميات غير تجارية او لا تسوى ان هي العمليات، فتخلوا عنها. فلما ميجر هولمز هاي مشهور في تاريخ البحرين تعاقد مع شركات أمريكية وأخذ الإجازة من الشركات والحكومة البريطانية إنه يروح إلى الشركات الأمريكية. شركة ستاندرد أويل كومباني هذه واحدة من الشركات الكبيرة في البترول وافقت على البحث عن البترول في البحرين، هذه بعد الحرب العالمية الأولى، فيات في حوالي سنة 1930 حفرت وجدت البترول بكميات تجارية. الآن الإنجليز صار في موقف محرج، يعني البحرين محمية، الخليج كله محمية بريطانية، ودخلت أمريكا وخذت البترول عنهم، فأرادوا يضيقون على الشركات الأمريكية ما تأخذ غيرهم، فاعتبروا كل ما عدا البحرين كلها شركات تابعة للإمارات الثانية، مع أن الاتفاقية بين البحرين وبين ميجر هومز وبين الشركات الأمريكية نقول البحرين وتوابعها هاي منطقة تتبع للبحرين فهي تخضع لاتفاقية البحث عن النفط في البحرين تابعة امتياز النفط. فالبحرين الحكومة البريطانية حين صارت في موقف ما تقدر تفرط في الأراضي الثانية، فاختلقت يعني يمكن قضية بأن هذه المنطقة تابعة لقطر ليست تابعة للبحرين، الأساس اقتصادي والأساس فشل بريطانيا في اكتشاف النفط البحرين. وهكذا ساهمت المصالح النفطية والمرتبطين بأصحاب هذه المصالح النفطية فيما حدث بعد ذلك من سلب للحقوق وطمس للآثار وتزويرا للحقائق التاريخية الثابتة. ولكن في جميع الأحوال فإن كل ذلك لا يغير من التاريخ شيئا مهما حاولوا طمسه، ولا يسلب من الحقوق شيئا مهما تقادم بها الزمن، فالحقوق تبقى للأبد.